أهلا وسهلا يا حسن. مرحبا بكما في بلادي، كيف كانت إقامتكما هنا حتى الآن؟ ممتازة، اشتغلنا كثيرا، عندنا كثير من الصور والأشرطة، يمكن أن تراها إذا أردت. بكل سرور. في الحقيقة هدفنا الآن هو إعداد تحقيق عن حفلة محلية وأصيلة. مثل ماذا مثلا؟ حفلة ختان أو حفلة خطوبة أو... أفهم قصدكما، عندي صديق هو كاب بالنسبة لي سيحج إلى مكة المكرمة. أنا لا أفهم جيدا نيتك. يمكن أن نحضر حفلة الوداع. حفلة الوداع؟ نعم، الأسرة والأصدقاء سيعدون حفلة لوداعه. وأليس من سوء الأدب أن نصور حفلة مثل هذه؟ كلا، لا أظن، من عادة الناس أن يصوروا هذه الحفلات. ماذا ينبغي أن نفعل إذن؟ رافقاني، سأقدم لكما الشيخ محمدا، هو رجل مسن وهو عالم ومحترم بين الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا، مرحبا بكم. أقدم لك عصاما وأمينا، هما صحفيان أردنيان. أهلا وسهلا، البيت بيتكما، خذا راحتكما. أمين وعصام يريدان تصوير الحفلة. طبعا طبعا، لا مانع. سنترك لكم نسخة من كل صورة لكي تكون تذكارا للجميع. كثر الله خيركما، ماذا تفعلان بعيدا عن بلدكما؟ نحن نعمل في صحيفة في عمان، ومهمتنا هي إنجاز استطلاع عن العالم الإسلامي. بالتوفيق إن شاء الله، وإلى أين ستذهبان بعد دكة؟ ننوي أن نذهب إلى مكة المكرمة. ولما لا نغتنم الفرصة ونسافر جميعا؟ نعم، هذه فكرة حسنة. سيداتي وسادتي، بعد قليل ستهبط الطائرة في مطار جدة الدولي، اربطوا الأحزمة من فضلكم. أنا متأثر، عزمت على الحج منذ سنوات، وها أنا أخيرا هنا لأحقق أمنيتي، الحمد لله. كيف كانت إقامتكما هنا حتى الآن؟ كيف كانت إقامتكما هنا حتى الآن؟ عندنا كثير من الصور والأشرطة. عندنا كثير من الصور والأشرطة. هدفنا الآن هو إعداد تحقيق عن حفلة محلية. هدفنا الآن هو إعداد تحقيق عن حفلة محلية. أنا لا أفهم جيدا نيتك. أنا لا أفهم جيدا نيتك. الأسرة والأصدقاء سيعدون حفلة لوداعه. الأسرة والأصدقاء سيعدون حفلة لوداعه. أليس من سوء الأدب أن نصور حفلة مثل هذه؟ أليس من سوء الأدب أن نصور حفلة مثل هذه؟ ماذا ينبغي أن نفعل إذن؟ ماذا ينبغي أن نفعل إذن؟ رافقاني، سأقدم لكما الشيخ محمدا، رافقاني سأقدم لكما الشيخ محمدا. وعليكم السلام، تفضلوا، مرحبا بكم. وعليكم السلام، تفضلوا، مرحبا بكم. سنترك لكم نسخة من كل صورة لكي تكون تذكارا للجميع. سنترك لكم نسخة من كل صورة لكي تكون تذكارا للجميع. ماذا تفعلان بعيدا عن بلدكما؟ ماذا تفعلان بعيدا عن بلدكما؟
ننوي أن نذهب إلى مكة المكرمة. ننوي أن نذهب إلى مكة المكرمة. لما لا نغتنم الفرصة ونسافر جميعا؟ لما لا نغتنم الفرصة ونسافر جميعا؟ بعد قليل ستهبط الطائرة في مطار جدة الدولي. بعد قليل ستهبط الطائرة في مطار جدة الدولي.